السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من مدينة القدس المحتلة، والحديث عن سياسة الاحتلال في استخدامه لسياسة الاعتقال الإداري تجاه الشبان الفلسطينيين، وخاصة أهالي مدينة القدس الذين استهدفهم في الفترة الأخيرة، تحديدا في شهر رمضان المبارك شهدنا أكثر من 15 شابا تم تحويلهم للاعتقال الإداري. لحديث أكثر عن تفاصيل هذه السياسة وسياسة الاعتقال بشكل عام، معنا هنا أستاذ أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرة، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. يعني سياسة يستخدمها الاحتلال تجاه الفلسطينيين عامة وأهالي مدينة القدس بشكل خاص، تحدث بداية عن ما هو الاعتقال الإداري، كيف نفسر هذا الاعتقال واستخدام الاحتلال لهذه السياسة تجاه الشبان الفلسطينيين؟ نعم، سياسة الاعتقال الإداري سياسة يعني ورثها الاحتلال الإسرائيلي عن الاحتلال البريطاني، بحيث يتم اعتقال أي شخص دون أن تتوجه له التهمة، ويمكن أن يقضي سنوات داخل السجن دون أن يعلم الأسير لماذا هو في الأسر ولا حتى المحامي، وتتم محاكمته بصورة سرية، ويتم تمديد اعتقاله في حال انتهت الفترة. هنالك توصيات من ضباط المخابرات وضباط الأمن في كل محافظة من محافظات الوطن في أي شخص مستهدف، قد يتم اعتقال الشخص لمدة 3 أشهر، وقد يمكث سنوات دون أن يعلم ما هو الملف يعني الموجه ضده. يعني التهمة سرية والمستقبل مجهول، لا يعلم إن كان بعد انتهاء المدة تم تحديدها سيتم تمديد هذا الاعتقال أم أنه سينتهي. يعني صعوبة هذا الأمر، شهدنا 15 شابا خلال شهر رمضان فقط تم تحويلهم للاعتقال الإداري، ما هدف الاحتلال باستخدام هذه السياسة تجاه الشبان المقدسيين تحديدا في شهر رمضان المبارك؟ يعني شهدنا هجمة شرسة على أبناء مدينة القدس وحملة اعتقالات واسعة. من ضمن الاعتقالات تم تحويل 15 شابا فلسطينيا من مدينة القدس للاعتقال الإداري لفترات تتراوح ما بين شهر و6 أشهر. طبعا القرار صادر عن وزير الحرب الصهيوني في القدس كوننا نحمل الهوية الزرقاء. يوجد يعني قانون أصعب في التحويل للحبس الإداري، ولكن سلطات الاحتلال ومن خلال التشريعات الجديدة سهلت الأمور على ضباط المخابرات، بحيث أنه بتوصية من ضابط المخابرات للوزير يتم توقيع القرار بصورة سهلة. طبعا سلطات الاحتلال اعتقلت شبان كانوا قد اعتقلوا على قضايا تخص المسجد الأقصى المبارك. ما هي القضايا؟ تنظيف المسجد الأقصى، مساعدة الناس، رعاية المصلين خلال شهر رمضان، تنظيف الساحات، إقامة الدروس. كل هذه الأمور التي من وجهة نظرنا هي من صلب عقيدتنا وديننا، الاحتلال يحاربنا فيها، يحارب الفضيلة، يحارب الشباب الطيبة بأخلاقها، المصلحين الاجتماعيين. سلطة الاحتلال أرادت من هذا الإجراء أن تجري فراغ كبير، أن تخلق فراغ كبير في المسجد الأقصى، خاصة أنه معظم من اعتقلوا كان لهم دور أيضا في حفظ النظام، في لجان حفظ النظام في المسجد الأقصى، وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك. نعم، يعني وما تحدث عن المسجد الأقصى المبارك، عمليات اعتقال عديدة شهدناها، ربما لم يتم تحويل المعظم إلى الاعتقال الإداري، ولكن يعني أعداد كبيرة في يوم واحد تم اعتقال أكثر من 400 فلسطيني، منهم أطفال وقاصرين أيضا، وليس كلهم أيضا من مدينة القدس. شهدنا إلى يعني هناك كان زوار من الضفة الغربية الذين لا يسمح لهم بتواجد مدينة القدس إلا في شهر رمضان المبارك. تخبرنا عن هذا أيضا الاستهداف واعتقال الفلسطينيين من داخل رحاب المسجد الأقصى. يعني سلطات الاحتلال خلال الذكرى الأخيرة للإسراء والمعراج فوجئ بحجم تعاطي أبناء شعبنا مع مدينة القدس والمسجد الأقصى، بحيث أنه عشرات الألاف بل المئات زحفوا نحو المسجد الأقصى المبارك. هذا الزحف أربك المؤسسة الصهيونية. الاحتلال يعمل جاهدا على تهويد المنطقة وإدخال الخوف في نفوس الناس، ففوجئ بهذه الأعداد. فهذه الأعداد كان لا يريد أن تحضر مرة أخرى للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، فقام بخطوات استباقية، بحيث أنه هاجم المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثانية واقتحم المصلى القبلي واعتقل حوالي 470 فلسطيني، جزء منهم من الداخل الفلسطيني، جزء منهم من الضفة الغربية، ومعظمهم من مدينة القدس، حتى أنا من ضمنهم 2 من قطاع غزة أتوا للعلاج في مستشفى المطلع والمقاصد. سلطات الاحتلال نفذت الاعتقالات بشكل وحشي، بحيث أنها قامت بإطلاق الرصاص على الناس، أكثر من 100 مصاب في لحظة واحدة، 3 من حراس المسجد الأقصى فقدوا عيونهم، أصيبوا بشكل مباشر، تم تكبيل جميع الإخوة سواء أطفال كبار صغار شيوخ بالقيود البلاستيكية المؤلمة.
تم الدوس على رؤوس المصلين بشكل جدا فظ، تم الاعتداء عليهم، لم يراعوا انهم صائمين، مجموعه من الاطفال 14 طفل اعمارهم دون سن 14 عام، بعد التحقيق معهم ووضعهم في معسكر للجيش تم القائهم في منطقه بيت حنينه بعيدا عن مسكنهم. سلطات الاحتلال ارادت من هذه العمليه ان تدخل الخوف في قلوب ابناء شعبنا الفلسطيني كي يكونوا عبره لغيرهم، بحيث انه لا يحضر احد للمسجد الاقصى، زياره المسجد الاقصى او الصلاه في المسجد الاقصى ثمنها سجن، ثمنها اطلاق رصاص، ثمنها اصابه كبيره. والاحتلال يعني كان يراهن على ان الخوف سوف يسيطر على ابناء شعبنا الفلسطيني، وفي النهايه يصل الى مرحله ان المسجد الاقصى يكون فارغ. نعم، يعني نتحدث عن العديد من الوسائل التي استخدمها الاحتلال لتفريغ المسجد الاقصى من المصلين. قام بما يسميه الاحتلال بالاعتقالات الاحترازيه بحسب ادعائه، يعني قبل ان يكون مثلا قبل يوم ليله القدر، قبل بدايه شهر رمضان، قبل العيد، يتم عمليه حمله اعتقالات على الشبان الفلسطينيين. كنت انت ايضا من ضمن المعتقلين وتم تسليم قرار الابعاد كالعديد من الفلسطينيين. تخبرنا عن قرارات الابعاد ايضا، يعني هذا الاستهداف لتفريغ المسجد الاقصى المبارك. يعني قرارات الابعاد في حق المقدسيين وابناء شعبنا عن مدينه القدس ليست جديده، ولكنها غير مسبوقه من ناحيه الحجم والفترات. سلطات الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك ابعدت حوالي 650 فلسطيني عن البلدة القديمة وجزء منهم عن المسجد الأقصى، ولكن معظمهم عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وساحة باب العمود. سلطات الاحتلال أرادت أن تفرغ المدينة، تخلق عوامل طاردة، تستهدف الناس في أرزاقها، تعتقل، تبعد، تحول الاعتقال الإداري، تفرض سياسة الحبس المنزلي، تهدم المنازل. كل هذه السياسات الظالمة تهدف إلى إخراج الناس من مدينة القدس، يعني حتى وبشكل طوعي، أنه يعني لماذا أنا أبقى في مدينة القدس؟ لماذا أنا أبقى أدفع الثمن؟ بإمكان أن أعيش في المنطقة أو في المحافظة إكس وأستطيع أن أعيش وأن أبني مستقبلي ومستقبل أولادي. فالاحتلال بلؤمه ابتكر كل هذه الأساليب الظالمة، ولكن فوجئ الاحتلال أنه هذه الأساليب أيضا فشلت، وهذه الخطط فشلت مع أبناء شعبنا الفلسطيني. حينما يتم إبعاد الفلسطيني المقيم في البلدة القديمة وعلى إطلالة من المسجد الأقصى المبارك، ممنوع أن يمر من جانب المسجد الأقصى المبارك. لماذا؟ لأنه يصلي صلاة الفجر في المسجد الأقصى. شوفي التهمة قديش هي صعبة، أو أنه طفل يعني كان في المسجد الأقصى لحظة اقتحام المستوطنين وكبر، وكأنها جريمة كبرى. الاحتلال يحاول أن يحول الأمور العادية والبسيطة والتي هي ليست بتهمة، يحاول أن يشيطنها وأن يظهرها للعالم وأنها كأنها تهمة. كل هذه الإجراءات الظالمة مارسها الاحتلال، ولكن الاحتلال دائما يعول على مزيد من الإجراءات الظالمة وسياسة القبضة الحديدية، لعل وعسى يصل إلى مرحلة أن المسجد الأقصى يكون فارغ وأن يقيم الهيكل المزعوم اللي هو حلم كل اليهود. ولكن رغم جميع هذه الوسائل، جميع ما استخدمه الاحتلال من سياسات محاولة تفريغ المسجد الأقصى المبارك، إلا أن شهدنا أيام مرت على المسجد الأقصى المبارك لم يكن هناك متسع للمصلين، كانت ازدحام بشكل كبير على الأبواب، أعداد كبيرة توافدت إلى المسجد الأقصى المبارك، إن كان من أحياء مدينة القدس، حافلات من الداخل الفلسطيني ومن أهالي الضفة الغربية. تخبرنا يعني كيف تفسر ذلك، هذا التواجد الكبير رغم محاولات الاحتلال بجميع الوسائل لتفريغ المسجد الأقصى من المصلين؟ يعني هذا الاحتلال غبي وعنجهي بالرغم من ما توصل له من يعني اكتشافات علمية وطبية وقدراته العسكرية والإلكترونية والزراعة، ويتشدق بالإنسانية، إلا أنه حتى اللحظة لم يستطع أن يقيم أنه المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين، جزء من عقيدة الناس. يعني ممكن الإنسان أنه يتخلى عن روحه وعن ماله وعن كل مستقبله في سبيل أن لا يمثل المسجد الأقصى بأي سوء. عن جهية الاحتلال خلقت منه أنه يقوم بإجراءات ظالمة، وهي الإجراءات فشلت. شعبنا الفلسطيني وجه رسالة للقاصي والداني، وجه رسالة لنفسه أنه هو حريص وأمين على المسجد الأقصى المبارك. حينما نشاهد الناس تأتي من أقصى النقب أو من أقصى الجليل أو من الضفة الغربية يقطعون الحواجز ويقفزون عن السور الظالم، ومنهم من كسر أطرافه ومنهم من اعتقل وبعد أن أفرج عنه عاد مرة أخرى، هذه رسالة وفاء للمسجد الأقصى المبارك. وهذا ما يحبط الاحتلال، أنه برغم من الفرق بالقوة والعتاد وتفوق النوعي للاحتلال، إلا أنه شعبنا الفلسطيني بصبره وثباته وتمسكه بحقه كان أقوى من ظلم الظالمين. أستاذ أمجد أبو عصب، شكرا لتواجدك معنا في هذا اللقاء. إذن يعني جميع ما يستخدمه الاحتلال من وسائل قمعية، إلا أن ذلك يزيد الفلسطينيين من ثبات وصمود في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس بشكل عام. ولعل خير دليل أيام العيد التي شهدناها بعد أيام عصيبة ومواجهات عنيفة شهدناها في شهر رمضان المبارك، شهدنا أول يوم العيد توافد كبير لأعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك. إذن كنا معكم من مدينة القدس المحتلة وتحديدا أمام باب الساهرة للحديث
الحديث عن سياسة الاحتلال الأخيرة التي استخدمها لقمع الفلسطينيين في شهر رمضان المبارك.